الأسواق القديمة في الكويت. يقع سوق الكويت القديم في قلب المنطقة التجارية من هذه المدينة الحديثة التي تتوسع بالطراد، ويعرف محليا باسم سوق الكويت، ويتألف من عدد كبير من شوارع التسوق المتقاطعة والتي تتميز كل منها ببيع بضاعة معينة ويحمل اسمها، مثل سوق السمك وسوق الزل وهو سوق السجاد أو سوق الذهب. أقدم أجزاء السوق هو الواقع بالقرب من مرسى السفن القديم، بالقرب من قصر السيف، والذي يعرف بين العامة باسم سوق الداخلي أو شارع الأمير، واسمه الشائع هذه الأيام هو سوق الأمير. وما كان يعرف أصلا باسم شارع الأمير، والذي كان يصل قصر السيف مباشرة بقلب المدينة، لم تتبقى منه هذه الأيام سوى الجزء الجنوبي، وقد تم إزالة الشارع القديم خلال موجة التطوير الهائلة التي شهدتها حقبة الخمسينات. نظام الأسقف المكون من جملونات خشبية تغطيها الألواح المعدنية المضلعة، والتي تشاهد في سوق الأمير تميز غالبية شوارع السوق المغطاة. لقد حل نظام التظليل هذا محل نظام الحماية المكون من الخشب والخيش، والذي كان سائدا قبل الخمسينات. ها هي مكتبة الرويح، وربما تكون واحدة من أقدم المكتبات في مدينة الكويت، ولا تزال تدار من قبل أصحابها الأصليين. بساطة السوق تبعث على السرور، وفي الوقت نفسه تثير الحنين إلى الماضي. من بين الأزقة السكنية العديدة والتي كانت تؤدي إلى سوق الأمير، لا يزال هناك شارع واحد مغلق من نهايته موجوداً، ويطل عليه بيت قديم ذو مدخل تقليدي رائع ونافذة كبيرة تطل على الشارع، وبجدرانه الحمراء الصخرية التقليدية التي عرضتها عوامل الجو وأنابيب المطر الخشبية الجميلة. وتبرز من الجدار وعلى مستوى السطح أعمدة خشبية تسمى محليا بالشندل، ولكنها مجتمعة تثير ولو للحظة صورة عن البيئة التي فقدناها للأبد. ويبين محل ابن رشدان المكان النموذجي والعميق والضيق الذي يشغله صاحب المحل في السوق يوميا، وفوقه سقف من عوارض خشبية تجري المحافظة عليه بصورة جيدة، ويغطي منطقة التخزين والعرض، ويتحكم صاحب المحل في محله تماما، ويقوم بالخدمة من الباب، بينما يظل زبائنه في الخارج دائما. ويتمثل سوق الداخلي عن بقية الأسواق في طوله ونظام التظليل في سقفه، وفي صف المحلات على جانبي ممر المشاة، والتقاطع العرضي للضوء والتهوية نتيجة البناء المرتفع للمخازن والمكاتب ذات المنظر التقليدي. وأبواب المحلات الخشبية المرصعة والمكونة من الألواح والتي تشاهدونها هنا شائعة في السوق كله. إن التهوية والإضاءة الطبيعيتين ضمن المنطقة المظللة يوفرها رفع نظام جملونات على أعمدة ترتفع قليلا فوق مستوى السطح. وسوق الأمير الذي كان مخصصا للبضائع الجافة في الأصل يتمتع بمزايا كثيرة يمكن أن يظهرها للزائر في مجال مواصفات فن العمارة التقليدي. فعلى سبيل المثال، فإن أعمدة السقف الخشبية السوداء تعالج بالجار لمحافظة النمل الأبيض ولحمايتها من الرطوبة في هذا المحل القديم المزدهر،
وعندما تتحرك شمالا باتجاه أقدم أجزاء سوق الأمير فإن الفرد يواجه في موقع مكتبة المباركية انقطاعا بسيطا في الممر المغطى والذي جاء نتيجة للتوسع الحضاري على جانبي الطريق، وسرعان ما يعود الأثر ثانية ويقود إلى المحيط المألوف من المحلات ذات الأبواب التي تتميز بإطارات داخل الشارع المسقوف، وتوفر المقاهي الصغيرة في الأزقة الضيقة المغطاة مكانا للراحة وملتقا اجتماعيا لزوار السوق. ويقع على مدخل سوق الداخل الشمالي مسجد السوق الكبير الجميل والذي شيد قبل ما يقارب 200 عام. وإذا تركنا وراءنا أقدم ممرات السوق واتجهنا جنوبا إلى المركز الرئيسي لشوارع المحلات المغطاة والمكشوفة والتي تؤدي الرئيسية منها إلى ساحة الصرافين والتي يمكن رؤيتها في المقدمة، وتتوزع النشاطات التجارية في السوق حيث تبيع محلات الشارع كل أنواع البضائع الصغيرة والأطعمة. وما لا يعرفه الغالبية هو أنه على مدخل سوق البلح في ساحة الصرافين وفوق محل السمبوسك الشهير في السوق والذي استخدم لعدة عقود كمحل تصوير صغير تقع أقدم محكمة في الكويت، وتحدد المحكمة المدخل لشارع طويل ينبض بالحيوية والمتخصص ببيع التمور والزيت والخضروات والفواكه والذي سمي تبعا لذلك سوق التمور، وفي الطرف الآخر سوق الخضار. وسقف سوق التمور مشابه لما هو موجود في سوق الأمير سامحا مرة أخرى للتهوية والإضاءة بالدخول. الحركة البشرية هي إحدى سمات السوق القديم الأساسية، الأصوات والألوان والروائح والأذواق المتعددة تساهم مجتمعة في خصوصية وتفرد بيئة السوق وإغرائه المستمر للسكان المحليين والزوار. التمور من العراق وإيران وسوريا والمملكة العربية السعودية وشمال إفريقيا كلها متوفرة هنا في سوق التمور الكويتي المركزي. ولا يزال بائعو الزيوت يبيعون الدهون التقليدية في جانبي شارع سوق التمور، ويحدد نهاية سوق التمور قهوة أبو علي الغير مستغلة حاليا، حيث كانت شخصيات مشهورة مثل القاص الشهير الشرقاوي يجتمعون هنا يوميا. ويحل سوق التمور من الشمال محلات مؤقتة تبيع الملابس والألعاب، بينما من ناحيته الغربية توجد أكثر الأسواق نشاطا وجاذبية ألا وهو سوق الخضروات والفواكه. تعرض البضائع هنا بطريقة مزخرفة على مستوى النظر في بسطات مملوءة وترش بالماء للمحافظة على نظرتها. Thank you.
وحلت البسطات المكشوفة هذه الأيام مكان محلات الفواكه والخضروات القديمة والتي هدمت في الخمسينات، والتي كانت تحدد نهاية الشارع الذي كان يبدأه بقسم التمور. التفاعل البشري في السوق موجود دائما بشقي الاجتماعي والتجاري. وبجوار الفواكه والخضروات يقع سوق اللحم، والذي يقع في بيئة غير تقليدية جددت صياغتها، ومع ذلك يعمل بنفس نظام المحلات المستقلة التقليدي المتبع في بقية السوق. يتم التوريد يوميا لمحلات اللحوم المستقلة من منطقة تخزين عامة على ظهور حمالي السوق. إن هذا المشهد خاص بالسوق القديم، ويضيف للبيئة نكهة قلما نشاهدها في أماكن التسويق الحديثة. المقهى الكبير في الهواء الطلق في مكان جيد داخل سوق اللحم يحظى بإقبال الزوار. سوق السمك المزدحم ذو الرائحة البحرية والذي يزخر بالنشاط والحياة يقع في مبنى قديم داخلي ضيق أعيد تصميمه جنوب سوق الفواكه والخضار. المزادات اليومية على السمك والروبيان في المنطقة المكشوفة الوسطى بين البسطات تضيف لحركة ونشاط السوق الشيء الكثير. الممرات الضيقة التقليدية والتي تؤدي من وإلى سوق السمك تعتبر تذكيرا دائما لجاذبية السوق القديم والمفاجآت العديدة التي قد يصادفها المرء في أحدى زوايا السوق أو وراء بضع درجات يصعدها. منذ مستهل تاريخ الكويت الحديث كان يمثل السوق مركز النشاط ونقطة الالتقاء للتجارة المحلية والدولية. كان يمتد السوق أساسا من مرسى السفن عند قصر السيف إلى الساحة العامة في الصفاء، وقد شكل سوق الكويت القناة التي تمر منها البضائع القادمة من خلال تجارة الكويت العالمية، ومن ثم تتوزع على العامة. والسوق الذي كان ذات يوم تحده المناطق السكنية التقليدية والمزدحمة أصبح اليوم محاطا بأعداد متزايدة من المباني العالية، والتي تعتبر مؤشرا على نزعة الكويت العصرية.
إذا عدنا لساحة الصرافين نستطيع أن نشاهد ممراً آخر من ممرات السوق، والذي يمتد موازياً لسوق التمور، ويعرف هذا السوق محلياً باسم سوق الجد أو سوق العشب الجاف، مع أن كثيراً من النشاطات تدور داخله. ومرة ثانية تبرز المحكمة القديمة في زاوية سوق الجد، حيث كانت حتى وقت قريب تباع الصقور في الساعات المبكرة من صباح أيام شهر فبراير الباردة. في هذا الشارع الهادئ والمنعزل يعبر المرء على محلات الصرافة الرئيسية في السوق، وهنا يدير رجال الأعمال المقيمون تجارتهم ويتمتعون بصحبة بعضهم. المظهر الاجتماعي لحياة السوق يبرز في عدد من أماكن التجمع الرئيسية، وراء لمعان المنتجات الجديدة وعلى الرغم من الألوان الرائعة والتشطيبات الحديثة، فإن عناصر العمارة القديمة لا زالت ماثلة تشهد دائما على جمال وأصالة سوق الكويت. هذا الزقاق بكامله مخصص لبيع الحلويات العربية. لو كان ما شنو ينساك قلبي نسيت، لكن قلبي. وبالقرب منه أعرض شوارع السوق والذي تعبره السيارات يوميا، ألا وهو شارع الغربلي المشهور، والذي سمي على اسم السيد أحمد الغربلي أحد أغنى تجار السوق. عمليات الهدم الكبيرة في الجزء الجنوبي الغربي أحدثت فجوات واسعة في استمرارية الشارع، ولكن على الرغم من المباني الحديثة والبيئة المتغيرة للسوق، فإن زوايا المراقبة المحمية والمقاهي الصغيرة لا تزال عناصر كاملة لهذه المدينة. مجموعة متنوعة من البضائع من الملابس حتى الألعاب تباع هنا في هذا الشارع. وتمتد مجموعة من شوارع التسوق طوليا من شارع الغربلي إلى وسط الكويت في ساحة الصفات، وتكمل القسم الجنوبي من السوق، وهذه الشوارع متخصصة في بيع بضائع معينة. كأنما هي نار أطعمت سعفا. طاف الهوى بعباد الله كلهم حتى إذا مر بي من بينهم وقف. إذا جحدت الهوى في سوق الصفافير يشتري المرء حاجته من المسامير والمعدات، بينما يبيع سوق المسامير الخيزران والحبال والقدور وجميع أنواع الأدوات المنزلية. موسيقى
أن سوق السلاح الذي يحتوي على ما تبقى من السوق القديم يمكن التعرف عليه بسهولة من خلال عدد كبير من الثقوب الصغيرة في السقف فوق الشارع، وهذه الثقوب نتجت عن طلقات الرصاص التي يطلقها الزبائن وهم يجربون البنادق التي سوف يشترونها. وأخيرا أشهر الأسواق عند السياح ألا وهو سوق الزل والبشوت أو سوق السجاد، حيث تصنع وتباع البشوت الكويتية القديمة، وحيث يمكن شراء السجاد وقطع المنسوجات الأخرى، وحيث يجري تشكيل السبحات أمام أعين الزبائن. في الناحية الغربية من أسواق اللحم والخضار والفواكه والمخرج الغربي لشارع الغربلي تقع براحة ابن بحر أو ساحة البحر، والساحة التي كانت محاطة بالكامل بالمباني القديمة حول مسجد ابن بحر والذي يمكن مشاهدة النسخة المعدلة منه في الخلف، أصبحت هذه الساحة حاليا واسعة فسيحة وذات مظهر عصري، ولا تزال مع ذلك تحتفظ بعلاقتها القوية الأصيلة بالشارع الجديد والذي يفصل بين الجزئين الشرقي والغربي من السوق. وبقي زقاق ضيق في منطقة الشارع الجديد لم يمس البتة مع مرور الزمن، ويضم نفس محل الخياط الصغير والمقهى لعدة عقود. ويتميز الشارع الجديد بالأرصفة ذات الأعمدة والتي تختلف تماما عن الشوارع المغطاة التقليدية في بقية السوق. بني السوق الجديد في الخمسينات ليربط مباشرة بين ساحة الصفاء والبحر ومنطقة الميناء. في الجانب الغربي من الشارع الجديد يوجد مكان تجمع شهير آخر يسمى بالكمال، وفوقه يوجد مقهى. بالقرب من الشارع الجديد يوجد سوق الحريم الشهير أو سوق واجف، حيث يمكن رؤية النساء المحجبات جالسات في وسط السوق تحيط بهن بضائعهن. إن سوق الكويت واحد من المناطق الفريدة التي بقيت داخل الكويت، ويحتفظ بجزء كبير من صفاته وطرازه الأصيل، وكونه هكذا فإن المحافظة عليه وتجديده أمر ضروري لحضارة الأمة وتراثها التاريخي، على الرغم من تطور الاقتصاد الكويتي والتقدم الحضاري وكذلك التطور الطبيعي للسوق القديم
ألا أنه ظل بطريقة أو بأخرى مفصولا عن هذا التقدم الحضاري، ويعتبر عامل تذكر جيد لأهل المدينة والزوار على حد سواء، يذكرهم بأصولهم الوطنية المتواضعة الأصيلة. وينبغي أن يستمر في أداء رسالته هذا بالنسبة للأجيال القادمة.